مرحبا شباب، شلونكم؟ هاي بدي اجرب الهيدفون ويا الكاميرا الويب كام. اريد اقول لكم انه اريدكم تسجلوا لي توقعاتكم لمباراة باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ. انا حسب توقعي هي 3-0 الى بايرن ميونخ، حسب ما شفت المستوى الهائل اللي قدمه بايرن ميونخ. عندكم مباراة ثانية هي بين انتر ميلان وبين اشبيليا اليوم، فياريتهم تعطونا نتائجها. انا اتوقع اشبيليا تفوز 1-0، فاتمنى تعطونا النتائج، واكو جائزة ثمينة للي يعرف النتائج الصحيحة.